السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. راح نتحدث عن مشكلة سحب الورق في طابعة البراذر الاتش ال 3040 والأربعين أربعين وكثير من طابعة البراذر وكثير من طابعة الأخرى. حل المشكلة راح يكون يعني نوعا ما إن شاء الله سهل بدون ما نقوم بعملية تبديل الرول الخاصة بسحب الورق. للقيام بهذه العملية فقط ما علينا إلا أولا نزيل درج الورق، نضعه جانبا، ثم نقوم بإحضار قطعة قماش ونصب عليها كثير من الماء، يعني نكثر عليها مي، نبللها في الماء، ونأخذ هذه القطعة ونحاول انه اذا بتلاحظون انه في اسفل الطابعة في هذه الرولة اللي بتشوفوها في اسفل الطابعة هذه بالذات هذه الرولة، هذه بنقوم بعملية تنظيفها باستخدام المي مع قطعة القماش. ممكن نشيلها، عملية هذه الشيل هذه الرولة سهل، ولكن احنا ممكن نقوم بعملية تنظيفها وهي في مكانها، مع ضرورة انه نفر الرولة نحركها. طبعا لو نزل مية بنزل على ما بنزل على الطابعة، على الطابعة بنزل اسفل الطابعة، وهي ما بأثر على الطابعة. بعد ما نقوم بعملية التنظيف ممكن ننشف الرولة ونرجع الدرج فيما بعد الى مكانه، وهيك بنكون ان شاء الله انحلت مشكلة سحب الورق في هذا الموديل من الطابعات وكثير من